اكتر كتاب او ايه اكتر كتب بتتطلب؟ في قصص زي مثلا هاري بوتر تمام, وفي مثلا ستيفن كينج, وفي جاثا كريستي, في مثلا كافكا. انا كتب اللغات الكوري والياباني, حاجات اللغه كتب اللغات الكوري والياباني. العظماء المئه غيروا مجرى التاريخ, ده مطلوب جدا السنه دي. الحرب والسلام, الكوميديا الالهيه, 200 يوم حول العالم لأنيس منصور, ده برضك بيتكلم فيها. وايه حاجه ما حدش بيطلبها خالص, حاجه قاعده عندك بقالها سنين مثلا ما بتتباع؟ لا, هو مفيش كتاب ما بيتباعش, مفيش كتاب, هو اكيد يعني اي واحد عايز يقرا اي حاجه. كيمياء وفيزياء وتكنولوجيا, دي كتب بتبقى عايزه ناس دارسين, زي كتب الذره مثلا, زي نجيب محمود, لان كتبه قليله وغاليه. والعقاد برضه, الراجل ده برضه يعني كتب التصوف مثلا, دانيال ستيل مثلا, بس في سيدني شيلدون برضه, القاموس الجغرافي مثلا, حاجات برضه قديمه ما بيجيلهاش الا يعني طلب محدد يعني. وزمان كنا بنقول مثلا كل مطبوع مبيوه, يعني كل كتاب انطبع ليه زبون, هو كل يوم ليه, او كل كتاب ليه وقته, زي ما بيقولوا كده, كل كتاب ليه وقته, كل كتاب ليه وقته.